خويا راه كنهضر على راجلي اعتقلوا ليا، هدموا لينا البراك سيدي ديالنا، اعتقلوا ليا الراجل دابا ديالي ما داير حتى شي حاجه، كيهضر على حقه تيهضر على البقعه ديالو، اعتقلوه ما عرفناش علاش هاد الناس اعتقلوا ليا الراجل ديالي. ملي دابا دايرين لي عنقالة السير هو ما عمرو حبس الطريق، ما عمرو حبس حتى شي حاجه، راجلي ما داير حتى شي حاجه، راجلي ما تيهضر على حقه تيهضر على البراكه ديالو تيهضر سميتو، خلانا دابا مشردين انا والبنت ديالي باركين عواح في الزنقه، كنخدم مع عند الناس في الديور، مره مره نخدم مره ما خداماش، باش غادا ندي لي هاد الفلوس باش يصرف، باش غادا نركب، باش غادا نعيش انا وهاد البنت هذا من الراجل دابا معتقلينو ليا. الراجل تيهضر على البقعه ديالو، عنده خارجه لي من 2004، دابا تيقول لك راه ما عندكمش البقاعي، حنا عندنا البقاعي ديالنا عاد عمران مخالصين ناضين، اللي تيقول لك هاد الوزير راه البقاعي ديالكم ما كاينينش، كاينين اسيدي عطينا هاد البقاعي ديالنا، ملي انت ما عندناش حنا البقاعي ديالنا فين مشاو؟ قول لنا فين مشاو، حيت انت ساكن عندك السكنه ديالك الوزير وكتقول لنا حنا ما عندناش، ها علاش خاص تقول هاد الناس عندهم السكنه ديالهم فين تيسكنوا وعندهم خاصنا فين نعيشوا؟ عطينا دابا اللي تيقول لنا سيروا تهدموا سيروا ريبوا لنا وسيروا تسكنوا فين غنسكنوا حنا فين؟ لا باش غنخلصوا هاد البقاعي اللي تيقول لك سيروا تخلصوا البرطمات، هادوك برطمات هادوك هادوك يسكن فيهم الانسان اللي عنده سته الاولاد ولا سبعه، هذيك راه ما تسكنش حتى جوج ديال الناس، إلا جا عندك ضيف خاصك في العشية تقول لي يشرب أتاي والله يعاوننا ويعاونك، هذاك ماشي ديال السكنة هذوك البرطمات، هذوك السكنة ديال شي واحد مسكين بوحدو ويكون مسكين الأرمل ما عنده لا مرا لا راجل لا والو، هذوك هي ديال الناس اللي غتسكن فيهم، اللي عنده ستة ديال العائلات وسبعة أو ثمانية راه ما لايقاش لهذيك السكنة، خاصنا حنا تنهضروا على هاد الناس اللي تيعتقلوهم، ما يعتقلوش لنا رجالتنا تيهضروا على الحق، تيهضروا على المشروع ديالهم ديال 2004، تيهضروا على الخلاص تيقول لك مخلصين بالبلان بكل شيء، تيقول من الوزير لا ما كاينينش، كاين عندنا البقاعي يا سيدي كاينين، علاش ما كاينينش؟ كاينين عندنا البقاعي ديالنا، عندنا كلشي حنا ملاضمين، إلا مشاو رجالتنا باقيين حنا العيالات غادي نلاضموا، أنا مع هذيك البراكة مع هذيك البرطمة ما عندي ما ندير بها، السي الوزير ما عندي ما ندير بهذيك البقعة، ما عندي ما ندير بهذيك البرطمة اللي غتعطيني أنايا، غود أنت سير أجي خذها في بلاصتي، أنا كنهضر معاك دابا بغيت راجلي يكون إن شاء الله يعيد معايا العيد ديالي أنا وهاد الوليدات الصغار، كاينة واحد المرأة حاملة شادين ليها راجلها وولدها تمشي معايا يوميا كنمشيو للزياره ما كتلحق مسكينه حتى تموت، واش هذه انسانيه في البشر؟ واخا تكون عندنا دوله كاع خايبه خاصهم يتعاملوا معنا معامله مزيانه، وهذا الشيء اللي تنقول راه منبر وعاش الملك ديالنا الله يخلي لنا سيدنا، وهذه الحكومه ديال المغرب هذه ديال الصخيرات وتماره راه ما كاين لا حكومه لا والو، تيضحكوا علينا حنايا الناس دمرونا اللي خلونا في الكرق، دابا كاين اللي مسكين ما صابته باش يخلص الكرق. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.